يتعلمون أكثر. لهم مستقبل كبير. حوالي 70% خريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العصر النسائي. فنتعشم فيهم الخير. وعندنا من النساء اللي الوحدة 1000 رجال. 1000 رجال. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال وسيدات الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم السيدة حصة صاحبة أفتر رين فلورز. مدام حصة، نورتينا ونورتي برنامج رواد الأعمال. بداية حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. اسمي حصة الضرير، أونر لأفتر رين فلورز. طبعا حبينا نبتدي المشروع في ألوان في ورود، يكون قريب لكل الناس، قريب من كل المناسبات. كل المناسبات فيها ورود، وكل حتى الاستقبالات اي مكان تروح صحيح في ورد، فما في شخص ما يحب الورد بغض النظر عن المناسبة. فكانت هاي بداية المشروع، ان نبتدي مثل بوتيك، مثل ما تشوف المحل، متخصصين في الورود. وطبعا في عندنا سيجنتشر برودكت بالنسبة للافتر. خبرينا أكثر عن الخدمات اللي بتقدموها مع الورود. أوكي، بالنسبة للخدمات طبعاً توفير الورود لكل المناسبات، سواء كانت في البيوت أو برا، يعني في فنادق أو أماكن ثانية. الشيء الثاني اللي هي الأشياء اللي مطلوبة بشكل يومي، اللي هي البوكيهات، اليد بوكيهات كبيرة أو صغيرة. وفي عندنا السيجنتشر برودكت اللي هي المظلة، اللي هي كلها ورود، اللي هي تعبر عن حالة الشخص بعد مثلاً بعد المطر، إنه كونكتب للاسم نفسه. الشيء المميز عنا طبعاً السيجنتشر البرودكت اللي عنا. الشيء الثاني إحنا نشتغل على أي بوجت، يعني إذا كاستمر هي مع بوجت معين، رقم معين في باله، ممكن نعمل الشيء اللي هو يبغى اللي في باله بالبوجت المحددة. ممتاز. طبعاً في ظل المنافسة في سوق دولة الإمارات، في إمارة دبي بالتحديد، في جميع مجالات العمل لازم يكون عندك شيء مميز حتى تختلف عن الآخرين فيه. شو المميز عندكم في أفتر رين؟ أعتقد ذكرت هاي المعلومة في السؤال اللي قبل، اللي هو نحن work based on budget، اللي هو أي شخص يجيني يقول لي أنا هالمبلغ اللي عندي أحتاج شيء كبير، يعني دائما واحد يبغى شيء كبير بسعر معين. أكيد. فنحن نشتغل على أساسه. نحن فاهمين إن الماركت المنافسة كبيرة، وحتى القوة الشرائية تختلف بين الأفراد نفسهم. فأنا في منطقة جدا مخلوطة فيها مواطنين غير مواطنين، وفيها جانب أكيد. فكل حد عنده ذوق معين، عنده بجت معين يبغى يصرفها على الورود. في النهاية إحنا ما تبغى تبالغ في السعر، بعد ما تخلي هالشخص يستمتع بالورود اللي اشتراها. فإحنا نبغى نكون يعني مثل ما تقول متواجدين في كل مناسبة بغض النظر عن المبلغ اللي راح يدفع الشخص. دائما نكون وايد واضحين إن في حالة ان انت عندك بجت معينة تبغى تشتغل عليها خبرنا، احنا بنجهز الكوليكشن وانت اختار على اساس. ممتاز ممتاز. خبرينا عن الخطط المستقبلية اللي راسمينها في السنوات الجاية. ان شاء الله نحن السكند لاينر، الخط الثاني بالنسبة لافتر رين سبيشاليتي كوفي. طبعا القهوة والورود على طول مترابطين، عشان الريحة، عشان الطعام، عشان الذوق. ما حتى القهوة صار فيها ذوق اليوم يعني. طبعا بالنسبة حتى للإيج جروب معينة يفضلون مثلاً قهوة باردة. أكيد. تعرفين ناس يفضلون القهوة التقليدية اللي هي إسبريسو. صحيح. فيعتمد شو نفس الورد، يعني في حد يحب ورود معينة وحد يعني ما يفضل هالنوع من الورود. فحبينا إحنا ويكومباين إن الاثنين، القهوة مع الورود بالنسبة للمرحلة الثانية للمحل. طبعاً نتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق يا رب، ومن تميز إلى تميز إن شاء الله. لازم نتكلم عن الأمن والأمان في دولة الإمارات، خصيصاً كسيدة أعمال. كيف ممكن يساعد الأمن والأمان على استقطاب المزيد من سيدات الأعمال في الدولة؟ طبعاً يعني جوابي باختصر بيكون وايد صغير. طبعاً نشكر شيوخنا طبعاً ما قصروا، لولا شيوخنا ما كنا وصلنا اليوم يعني لهالمرحلة. حتى بالنسبة للمرأة الأولى، الدعم من البداية من الشيخة فاطمة الله يحفظها، ما كنا اليوم شفت رواد أعمال بقول إماراتيات في هالمجال. مختلف المجالات،
يعني يمكن مجالنا نحن شوي سهل بس في مجالات أصعب لازم فيها إماراتيات متمكنات. يعني نرجع للشيء الأساسي اللي هو حكومتنا اللي ما قصرت فينا من البداية. طبعاً طبعاً حابين نتشكرك أيضاً على ظهورك معنا اليوم، وحابين أيضاً نتعرف على كيفية الوصول والتواصل لأفترين. في عندنا حالياً طريقتين اللي هو واتساب، ودائماً الناس تستسهل موضوعنا تبعث مسج بطلباتك، فطبعاً نستقبل عن طريق الواتساب، عن طريق الاتصال، عن طريق متابعة صفحتنا في الانستغرام. طبعاً جميع أرقام التواصل والموقع أيضاً وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً سوف تظهر أسفل الشاشة. نتشكرك مرة أخرى على ظهورك معنا اليوم، نورتينا ونورتي البرنامج. إلى هنا أعزائي المشاهدين، هي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفتنا المميزة. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.